يسأل ويقول: هل الزكاة إذا أعطيتها لعمي هل فعلي ذلك جائز أم لا، علما بأن حاجته للنقود واضحة وحالته غير جيدة؟ عمك أولى بها إذا كان فقيرا، لأن الصدقة على القريب تكون بأجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة، أجر الصلة وأجر الصدقة. إذا كان عمك محتاجا وفقيرا فهو أولى بزكاتك من غيره. نعم.